كاين شي شركات تأمين اللي كيزيدوا فيه بزاف، وكاين اللي ما كيديروا حتى لازم. مع أكسا ما تخلصوا غير اللي نتوما فعلا محتاجينه، لا أكثر ولا أقل. تأمين السيارة المشخص ديال أكسا، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن آخر نشرة اقتصادية لهذا الأسبوع. أفاد مكتب أسرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت أزيد من 6.13 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2014 مقابل 6.19 مليار درهم قبل سنة. وعز مكتب أسرف الذي نشر المؤشرة الأولية للمبادلة الخارجية هذا الاستقرار إلى تراجع عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 44.53% ونفقة مرتبطة بهذه الاستثمارات 80.27% خلال ذات الفترة. في موضوع آخر، أعلنت حكومة بنكيران بيع حصتها المتبقية والمحددة في 6% في البنك الشعبي المركزي المغربي، أحد أكبر بنوك المملكة، للبنوك الشعبية الجهوية مقابل ملياري درهم. وقال بيان لوزارة الاقتصاد والمالية أن البيع يهدف لتعزيز تطوير البنك الشعبي المركزي وس سماح للوحدات المحلية بلعب دور أكبر في خطة الدولة. أعلن المكتب الشريف للفوسفات اليوم أنه أصدر بنجاح سندات دين افتتاحية بقيمة 1.55 مليار دولار أمريكي موزعة بين 1.25 مليار على مدى 10 سنوات وسندات بقيمة 300 مليون على مدى 30 سنة. اللحظة ننتقل مشاهدينا إلى مستجدات بورصة دار البيضاء ونستهلها بالمؤشرات المحلية. بورصة دار البيضاء أغلقت جلسة الجمعة على وقع الانخفاض، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس أغلق الجلسة على ناقص 0.30% بمجموع 7080.46 نقطة، ومؤشر مازي أنهى الجلسة بناقص 0.28% أي 9555.05 نقاط. بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة في أقوى الارتفاعات، نجد سامسونج حال أولا بتسجيله زيادة نسبتها 5.97% ليرتفع سعر سهم إلى 312 درهم. في المركز الثاني حل سموافا أسيغونس والذي تحسن بما نسبته 4.69% لينتعش سعر سهم ب 3350 درهم. وفي المقابل تصدر سانفيني بروسيت قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسبتها ناقص 5.99% ليتراجع سعر سهم إلى 156 درهم. في المركز الثاني حل سام ميدياكوم ماروك بانخفاض نسبته ناقص 5.97% ليتراجع سعر سهم إلى 29 درهم. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة. نهاية أسبوع موفقة في أمان الله. كاين شي شركات تأمين اللي كيزيدوا فيه بزاف، وكاين اللي ما كيديروا حتى لازم. مع أكسا ما تخلصوا غير اللي نتوما فعلا محتاجينه، لا أكثر ولا أقل. تأمين السيارة المشخص ديال أكسا، التغطية المناسبة بالثمن المناسب. أكسا، رؤية جديدة لتأمين سيارتكم.